صلاحية تنظيم الإخوان المنتهية تؤرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيحاول ما استطاع بث الروح فيه من جديد. على الحدود مع إثيوبيا في منطقة قلود بولاية القضارف، ضبطت الجهات الأمنية السودانية أكثر من 500 قطعة سلاح تركية أثناء محاولة تهريبها. الجهات الأمنية السودانية بيّنت أن الأسلحة كانت محملة على الإبل ومهربة إلى إحدى دول الجوار. الجيش والشرطة وقوات الأمن السودانية أحبطت محاولات تنظيم الإخوان المتكررة لتقويض اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع الحركة الشعبية وقادة الجبهة الثورية، وهي مستمرة في فرض القانون للحفاظ على أمن الحدود واستقرار السودان. ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة تركية مهربة في ولايتي كسلا والقضارف، حتى إن السلطات الإثيوبية كشفت عن شبكات تهريب للأسلحة تحركها أنقرة. በአንድ ጊዜ በሽዎች የሚቆጠሩ ሽጉጦች ሲያዙ ሁሉ ስሪታቸው ቱርክ መሆናቸው ነው ምናየውና ምንጫቸው ከዛ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ነገር ግን ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ተብሎ ነው እንቅስቃሴ የሚጀምረው። ትራንዚት አድርጎ በሌላ ሀገር ነው ትራንዚት ሲያደርግ የዛ አካባቢ ያለው አካል ምንድነው ያለው ወቀት የሚለው ተጨማሪ ምርመራዎችን የሚፈልግ ነው የሚሆነው። يحاول تنظيم الإخوان تأجيج الصراعات وإغراق المنطقة بالسلاح، مستغلاً أحداث إقليم تجراي الإثيوبي ونزوح سكانه إلى السودان. لكن يقظة السودانيين وحرصهم على بلدهم وجيرانهم أفشل كل مخططات التنظيم الإرهابي وداعميه.